السيدات والسادة الحضور، نبدأ مع حضراتكم الآن فعاليات المؤتمر الصحفي لمهرجان العالمين الجديدة. معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، معالي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، السيد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المهندس أحمد ماهر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سكاي دايف فيرز، السيدات والسادة الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، السيدات والسادة الحضور، أهلا ومرحبا بحضراتكم في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن انطلاق الدورة الأولى من مهرجان العالمين الجديدة، المهرجان الثقافي الرياضي الترفيهي الأكبر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يقام المهرجان تحت شعار العالم عالمين خلال الفترة من 13 من يوليو وحتى 26 من أغسطس، برعاية وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، السياحة والأثار، الثقافة، الشباب والرياضة والطيران المدني، وكذلك برعاية عدد من كبرى الشركات والمؤسسات الوطنية، وهم البنك الأهلي المصري، الشركة المصرية للاتصالات، وهيئة البريد المصري، وشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري. وقبل أن نبدأ فعاليات المؤتمر، اسمحوا لي أن أسرد لحضراتكم قصة هذا الإنجاز الضخم الذي تم في مدينة العالمين الجديدة، الحلم الذي تحقق في وقت قياسي. البداية كانت في 1 مارس عام 2018، حيث شهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تدشين مدينة العالمين الجديدة على مساحة تتجاوز 48,000 فدان، وذلك ضمن رؤية الدولة لإنشاء مدن الجيل الرابع لاستيعاب الزيادة السكانية وزيادة مساحة المعمور، حيث من المخطط أن تستوعب المدينة 3 ملايين نسمة. ولتحقيق هذا الهدف اختارت الدولة موقعا مميزا لإنشاء العالمين الجديدة على بعد أقل من 2 ساعة من القاهرة وأقل من 180 كيلومتر من مرسى مطروح، وتم التخطيط هذه المدينة لتصبح أول مدينة متكاملة في قلب الساحل الشمالي الغربي، تضم جميع الأنشطة السكانية بالإضافة إلى مناطق ثقافية وسياحية وصناعية، لوجستية بحثية وجامعة أهلية، أيضا مناطق تجارية وخدمية وفنادق عالمية ومقران للرئاسة ومجلس الوزراء. خلال أقل من 65 شهرا نجحت سواعد أبناء مصر في تحويل حلم مدينة العالمين الجديدة إلى حقيقة، ونفذت شركاتنا الوطنية نسبة كبيرة من المرحلة الأولى للمدينة. هذه المرحلة تضمنت الانتهاء من 15 برجا بمنطقة الأبراج الشاطئية، وجري تنفيذ أعمال تشطيب الواجهات وتنفيذ 8 أبراج أخرى بنسب تنفيذ متقدمة، وذلك بجانب الانتهاء من المدينة التراثية على مساحة 260 فدانا وتسليم عدد كبير من وحدات مشروع داون تاون، وتقدم نسب تنفيذ وحدات أخرى لتسليمها للسكان. كذلك أيضا تم الانتهاء من نسبة كبيرة من إنشاء الحي اللاتيني المقام على مساحة 404 أفدنة ومشروع مزارين السكني على مساحة 707 أفدنة. السيدات والسادة الحضور، بعد هذا الإنجاز الضخم بالمدينة جاءت فكرة إطلاق مهرجان العالمين الجديدة ليوثق قصة نجاح تحويل هذه الأرض الصحراوية إلى مدينة عالمية والترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة والمتوافرة بالمدينة، مما يسهم في تشغيل المزيد من العمالة مستندين في ذلك على ما تتميز به مصر من قوة ناعمة في الفن والرياضة، أيضا قدرات وكفاءات بشرية قادرة على تنظيم مهرجان عالمي سيصبح بالتأكيد محط أنظار الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، متضمنا فعاليات مختلفة ما بين ثقافية رياضية وترفيهية. وتم تشكيل لجنة تنسيقية مجلس للأمناء يضم كبار مثقفي وفناني مصر للإشراف على العروض الفنية خلال فعاليات المهرجان. هذا وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فكرة مهرجان العالمين الجديدة، وأشرفت الشركة من خلال كوادرها المتميزة على إعداد وتنظيم فعالياته في وقت قياسي بتعاون مع عدد من الشركات، وهي سكاي دايف فيرز
كونسل ماسترز بي او دي للعلاقات العامة والإعلان بي جروب دي اس بلس تذكرتي ايتس سيكيورتي هايلايتس لتضيف المتحدة دورا وطنيا جديدا في تنمية السياحة وتوفير فرص عمل والترويج للمشروعات القومية في مصر، هذا بجانب دورها الوطني في تقديم أعمال فنية متميزة وإطلاق حملات توعية تساهم بشكل كبير في تعزيز التمسك بالقيم الإنسانية. السيدات والسادة الحضور، نبدأ كلمات اليوم بدعوة المهندس أحمد ماهر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سكاي داي أفيرز، فليتفضل. سيدات والسادة، ضيوفنا الكرام، ما زالت مصر قادرة على صناعة المعجزات، عبقرية تحترف كتابة التاريخ، حالة فريدة تعيد بها البلد، بلد عريق إنتاج مدينتها القديمة من جديد. العالمين، نعم إنها العالمين الجديدة. تتشرف شركة سكاي داي فيروس المنظمة لفعاليات مهرجان العالمين 2023. هذا المهرجان الذي ينطلق للعالمية تحت عنوان العالم عالمين، أكبر احتفالية فنية رياضية ترفيهية يشهدها الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وقريبا ستكون الأهم. وحينما نقول الأهم فهذا حق الكبار، فهم حينما يخطون خطواتهم لابد أن تأتي بالأهم. ننطلق من هنا، من المدينة ذات التاريخ والتي صارت الآن مدينة المستقبل. العالمين مدينة الجيل الرابع بامتياز، ومن هنا ننطلق نحتفي بمدينة تم استغلال كل أحوذتها، بحرها وهوائها، شواطئها الممتدة حتى رمالها وأرضها، كل أجوائها صارت تدج بالفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية. مدينة تسبق نفسها وتسطر تاريخها الجديد كمدينة للسلام والمحبة. يمتد مهرجانها هذا العام من يوم 13 يوليو وحتى 26 أغسطس بتوليفة غير مسبوقة من الفعاليات التي لم يجمعها حدث واحد من قبل، ما بين نخبة من نجوم الفن العربي إلى نجوم العالم كله. لا تتعجبوا، فهذا حق أصيل للعالمين، فأكثر من مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي سوف يجتمعون على أرضها معا بإذن الله. فحينما نبدأ منافسات الكرة الشاطئية تذكروا أن العالمين تمتلك أكبر ممشى سياحي على البحر المتوسط، وفي مجالها الجوي الممتد سنشهد منافسات القفز بالمظلات ثم عروض الطائرات، وتشتعل منافسات السباق الثلاثي والبطولة العربية للجودو والإثارة مع بطولة مصر الدولية لسباق السيارات ومنافسات الدراجات المائية الجيت سكي والبادل تنس وانطلاق عروض الأزياء لأول مرة على شاطئ المتوسط. ثم نوصل الزخم بمنافسة التجديف الساحلي وجولة الكرة الشاطئية العالمية، وفي النهاية تتوج الفاعليات ولأول مرة بتوزيع جوائز العالمين أوردز. وسنعرض لكم الآن فيديو وثائقي يشمل جميع فعاليات المهرجان بالتفصيل. ممكن تفضل بيه. مهرجان العالمين الجديدة 2023، موسم مليء بالتشويق، بحفلات موسيقية عالمية مع أكبر النجوم، بطولات ومسابقات دولية للمحترفين،
وأنشطة مختلفة. عروض أزياء عالمية. وحفلات توزيع جوائز دولية. استعد لتجربة فريدة من نوعها في أحدث وجهة سياحية وأكبر مدينة سكنية من الجيل الرابع. زائرا كنت أو مستثمر، كن جزءا من المستقبل واكتشف مدينة العلمين الجديدة. وفي النهاية أهلا بكم لتكونوا معنا شهودا على إطلاق مهرجان العلمين الجديد، وشهودا على انطلاق العالمين للعالمية، وشكرا لكم على حسن استماعكم. شكرا للمهندس احمد ماهر نائب رئيس مجلس الاداره ورئيس التنفيذي لشركه سكاي دايف فيرس. كما سبق ان ذكرت لحضراتكم دور الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه الفعال في تنظيم مهرجان العالمين الجديده، وكعادتها تقدم قصه نجاح جديده في اداره كبرى الفعاليات. وللحديث عن تفاصيل دور الشركه وخطتها للترويج والتغطيه الاعلاميه لمهرجان العالمين الجديده والعائد الاقتصادي له، رحبوا معي بالسيد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. مساء الخير جميعا. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة نيفين كيلاني وزيرة الثقافة، زملائي الصحفيين والإعلاميين، شكرا على حضوركم اليوم للمؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العالمين الجديد في نفس المكان الذي شيدت فيه العالمين. ومنذ أقل من 10 سنوات لم يكن أحد باستطاعته أن يضع قدما في هذه الصحراء المليئة بأكثر من 21 مليون لغم منذ الحرب العالمية الثانية. وكثيرا ما تساءل المصريون وحتى الأجانب خلال طيرانهم أعلى هذه المنطقة، لماذا لا تستغل هذه البقعة الساحرة المطلة على أفضل شاطئ على ساحل البحر المتوسط؟ ومع تولي القيادة السياسية أمور البلاد وجهت بحل كل هذه التحديات وتنمية الساحل الشمالي الغربي بالبدء بإنشاء مدينة العالمين الجديدة في وقت قياسي وبمستوى تصميم وتنفيذ عالمي لتحول الجمهورية الجديدة هذه المنطقة الصحراوية إلى أهم مدينة سياحية عالمية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. ومن خلال بضع سنوات من الجهد والعمل الدؤوب نجحت الدولة في تحقيق معجزة العالمين الجديدة لتصبح محطة أنظار العالم. وللتكامل مع هذا النجاح الذي حققته الدولة في إنشاء هذه المدينة الساحرة، فكرنا في إطلاق مهرجان العالمين الجديدة يشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين في المجالات المختلفة على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وتضم فعاليات المهرجان أنشطة مختلفة في مختلف المجالات الفنية والترفيهية، بما في ذلك الفنون والموسيقى والآداب والسينما والموضة والألعاب النارية والرياضات المائية وغيرها، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة التفاعلية الممتعة التي تناسب جميع الفئات العمرية، ليقدم المهرجان تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، ويشكل فرصة رائعة للاحتفال بروح الإبداع والتميز في مدينة العالمين الجديدة، ويعد فعالية مميزة تضيف إلى ظاهرة الحياة الثقافية والترفيهية في مصر. السادة الحضور، إن اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالمشاركة في التنظيم والترويج لمهرجان العالمين الجديدة يأتي من منطلق حرصها على دعم الاقتصاد الوطني وإثراء الحياة الثقافية والفنية في البلاد، خاصة في ظل ما يحققه المهرجان من عوائد متنوعة
منها وأهمها تنشيط السياحة الداخلية والخارجية من خلال أجندة متكاملة تضم برنامج غني بالحفلات والموسيقى وأنشطة رياضية وترفيهية. تحدث لأول مرة على أرض مصر ليكون عنصر جذب للسياح بمختلف اهتماماتهم، ومن المستهدف أن يستقبل المهرجان 1,000,000 زائر من جميع أنحاء الوطن العربي لتصبح مدينة العالمين الجديدة من أفضل الوجهات في العالم ويضعها على خريطة السياحة العالمية. كما يستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العالمين، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل. ويدعم المهرجان كذلك تعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد من خلال مجموعة من الفعاليات الممتعة التي تناسب جميع الأذواق والفئات العمرية، ويشارك فيه أشهر الفنانين والموسيقيين والمبدعين من جميع أنحاء العالم، مما يجعل المهرجان فرصة فريدة للاستمتاع بالفن والترفيه والاستمتاع بالأجواء الصيفية الجميلة. سعداء بما حققته الدولة من تطوير عمراني وتنمية متكاملة، ونأمل أن نساهم في ترويج لهذه النهضة العمرانية بما ينعكس على اقتصاد مصرنا الحبيبة. وفي الختام أود أن أشكر السادة الوزراء على حضورهم، والشكر موصول أيضا لكبرى الشركات والمؤسسات الوطنية على المشاركة برعاية المهرجان. الحقيقة أنا هنا عايز أقول أنه الشركات الراعية يعني ما خدتش الحقيقة أي وقت، بالعكس كانوا متحمسين أكتر مننا لفكرة المهرجان. فأنا عايز أشكر البنك الأهلي المصري، وعايز أشكر سيتي إيدج وشركة وي والبريد المصري وشركة حديد عز. أيضا جزيل الشكر للشركات شركائنا في هذا النجاح إن شاء الله، شركة سكاي دايف فيروز، شركة كونسل ماسترز، شركة بي او دي، شركة دي اس بلس، تذكرتي، ايتوس سيكيورتي، وشركة هايلايتس، وشركة دينو اكتيفيشنز. وشكرا جزيلا لكم جميعا، وان شاء الله تستمتعوا معنا بالمهرجان في خلال الشهر ونص الجايين. فعاليات كتير، لاول مرة احنا بنعمل مسرح في العالمين، لاول مرة هيبقى لسه متفقين مع معالي الوزيرة دلوقتي هيبقى فيه فعاليات كل ويك اند على على الشاطئ لفرق الفنون الشعبية، وكثير من الفعاليات ان شاء الله تبقى تعجب الجميع. شكرا جزيلا لكم. شكرا. السيد عمرو الفقي، مرة أخرى نشكر حضرتك طبعا، واسمح لي بالأصالة عن نفسي وعن الموجودين والحاضرين أن نتقدم بالشكر والتقدير لدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي نجحت في وقت قصير جدا أن تثبت هذا النجاح. بشكر حضرتك جزيل الشكر. السيدات والسادة الحضور، يسعدنا الآن استقبال معالي وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلاني، فلتتفضل. السيدات والسادة، أهلا بكم في هذا الحدث الهام بمناسبة انطلاق مهرجان العالمين الذي يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط على أرض تلك المدينة العالمية الواعدة، إحدى ثمار الجمهورية الجديدة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، والتي تؤكد أن لا وجود لكلمة مستحيل في قاموس المصريين. وأود أن أعبر عن سعادتي الكبيرة بمشاركة وزارة الثقافة في هذا الحدث الضخم وغير المسبوق، وهو مهرجان العالمين الذي يعتبر أحد صور قوة مصر الناعمة، القوة التي تمكنت مصر من خلالها من الدخول لكل بيت عربي من المحيط للخليج. وستظل الثقافة المصرية هي كلمة السر التي تتيح لمصر استكمال مسيرتها الحضارية وبناء جمهوريتها الجديدة بثقة وثبات. الحضور الكريم، إن مهرجان العالمين يمثل
مناسبة استثنائية غير مسبوقة، فهو يجمع بين الترفيه والثقافة والفن والرياضة والسياحة في إطار واحد، ويمثل نموذجاً لتعاون قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة للخروج بحدث غير مسبوق من المنتظر أن يستقطب مليون زائر من داخل مصر وخارجها ليشهدوا الفعاليات الثقافية والفنية التي تنير سماء هذا الحدث المبهر وتجعل من تجربة الحضور تجربة مليئة بالتعلم والترفيه. وقد حرصنا كوزارة ثقافة على أن يضم المهرجان العديد من الفعاليات والعروض التي تعكس تنوع الثقافات وتعزز التواصل والتفاهم المشترك، ونحن نسعى جاهدين لتقديم محتوى ذو جودة عالية وإبهار للحضور بما نقدمه، فنحن نؤمن بأهمية الثقافة والفن في بناء المجتمع وتعزيز التفاهم والترابط. لذا نأمل أن تستمتعوا بكل لحظة في هذا المهرجان الذي يمثل فرصة ثمينة لاستعراض ريادة مصر الفنية والثقافية، حيث يمثل هذا المهرجان التنوع والإبهار في تقديم الفعاليات في أضخم حدث بالشرق الأوسط على مدار الموسم الصيفي على أرض هذه المدينة الساحرة التي ولدت عملاقة في قلب منطقة لها تاريخ طويل وممتد. في الوقت نفسه من المنتظر أن يشارك في هذا المهرجان أفضل الفنانين والموسيقيين والمبدعين في شتى المجالات، مما يجعله فرصة للاحتفال بروح الإبداع والتميز في مدينة العالمين الجديدة. إننا في انتظار ما سيقدمه هذا المهرجان الوليد من إبداع في جميع المجالات، وبهذه المناسبة أود أن أهنئ جميع الفنانين والمبدعين المشاركين في مهرجان العالمين، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في هذا المهرجان الرائع. وشكرا لكم جميعا على حضوركم ودعمكم لمهرجان العالمين، ونتطلع إلى استمرار هذا التواصل الرائع بين وزارة الثقافة وجمهورنا العزيز. شكرا. معالي وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلاني، بنشكر حضرتك جزيل الشكر. والآن مع كلمة معالي وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بأشرف اليوم بمزاملة زميلتي معالي وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، الحقيقة ان احنا نكون موجودين النهاردة في هذا الحدث العالمي. والحقيقة يعني محك اختيار السلوجن او الشعار، كنت بقول استاذ عمرو يعني اختيار عبقري جدا، العالم عالمين. الحقيقة كل العالم موجود وهيبص لهذا المكان، يعني من الحرب العالمية الثانية 1942، يعني العالم كان في العالمين بس كان بطريقة مش للتنمية. احنا موجودين دلوقتي العالم في العالمين للتنمية والنماء والتطوير. احنا جمهورية جديدة، جمهورية جديدة ارسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. من يومين كنا في العاصمة الجديدة، العاصمة الجديدة في ابهار يعني للعالم. احنا انبهرنا يعني واحنا موجودين، وحفل رعاية لتطوير الدوري المصري الحقيقة مع المتحدة الشريك الاستراتيجي في حاجات كتير جدا لوزارة الشباب والرياضة، وكل الشكر والتقدير ليها. لكن في الحقيقة يمكن أنا قلت مكتبنا في العاصمة الإدارية في الحي الحكومي جنب ساحة مصر، فقبل ما انزل بلحظات شفت التلفزيون على الأوند الحقيقة، فالأول كنت بعتقد إن دي حاجة برا مصر، الأول الفيرست إيمج كده، وبعدين إيه ده، هو ده اللي جنبنا ده؟ فكان حاجة عظيمة جدا يعني الحقيقة لما كنا موجودين. وبنقول ان جزء من الجمهورية الجديدة والتطوير، احنا النهاردة بنكرر ده وبنقول لنفسنا بثقة كبيرة جدا، وبننقل للعالم من خلال احداثنا المتنوعة واحنا في العالمين. كل ما بنسافر مكان في الحقيقة في كل مكان، سيما يعني في اشقائنا الدول العربية يتكلموا على العالمين والتواجد فيها.
والعالمين هي مش عالمين بس، احنا بنتكلم على امتداد يعني النورث كوست او الساحل الشمالي حتى مرسى مطروح. الحقيقة نهضة كبيرة جدا. بيسعد وزارة الشباب والرياضة مشاركة مع وزارة الثقافة المصرية ان احنا نشارك مع كل القطاعات اللي تم ذكرها في بداية هذا المهرجان. المهرجان اللي هيكون كل الناس فيه، كلنا هنشارك فيه، هنشارك بوطنية وبمحبة علشان من خلال احداثنا نعمل سيتي ماركتينج، نعمل سيتي ماركتينج تسويق بشكل كبير جدا، يمكن علشان الناس تعرف وتشوف من خلال فعالياتنا الرياضية، يمكن اللي ذكرها يعني السيد احمد ماهر، استاذ احمد ماهر في كلامه، احنا مشاركين بحجم كبير جدا من الأنشطة والأحداث الرياضية المنظمة اللي بيشارك فيها شباب مصر من الرياضة. الحقيقة في الجمهورية الجديدة شاهدنا طفرة كبيرة جدا في كل حاجة. مصر في الجمهورية الجديدة من 2018 يعني فترة زمنية ل 2023، تخيلوا ان احنا استضفنا اكتر عدد على مستوى العالم من البطولات على ارض مصر، 320 بطولة عالمية وافريقية وعربية على ارض مصر. احنا كمان حصلنا على اكبر رقم من الميداليات في قطاع البطولة، تخطينا ال 2400 ميدالية عالمية وافريقية من الشباب المصري، شباب الجمهورية الجديدة الحقيقة، ودي كلها ارقام مش قليلة. كمان في القطاع الشبابي وقطاع الطلايع اكتر من 1111 برنامج فيما يربو على 6 مليون مشاركة شبابية، مشاركة في قطاع الطلائع، قطاع طلائع النشأ اللي اقل الحقيقة من 17 سنة، وارقام تانية تخطت ال 81 مليون مشاركة في القطاعات الشبابية حتى 40 سنة الحقيقة، ودي كلها ارقام بتمثل الجمهورية الجديدة اللي احنا في احد قطاعاتها حاليا في العالمين في هذا المهرجان لتدشين يعني من خلال المؤتمر الصحفي مشاركة مع المتحدة وكل القطاعات والشركات اللي بنشكرها، الشركات الوطنية اللي موجودة. أكيد إحنا هنشارك بكل جهد وزارة الشباب والرياضة إن إحنا ننجح مثل هذه المهرجانات والأحداث والفعاليات الرياضية، وإحنا بنسميها نون أوفيشال أجندة أو الأحداث والفعاليات الرياضية اللي مش مرتبطة ب أجندة مسابقات الاتحادات بصفة رسمية، لكن إحنا عندنا حجم كبير جدا من الفعاليات الدولية اللي قدرنا ننظمها في الفترة الأخيرة مشاركة مع وزارة الشباب والرياضة. أنا بأهني كل المصريين وبنهنئ أنفسنا الحقيقة في بداية هذا التدشين وهذا العمل الكبير جدا، وأتمنى السعادة وأتمنى المشاركة لكل الموجودين وكامل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، بنشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه الكلمة. السيدات والسادة الحضور الكريم، سعدنا بوجودكم معنا اليوم، ومرة أخرى نتوجه بكل الشكر لرعاة مهرجان العالمين الجديدة، وهم البنك الأهلي المصري، شركة سيتي أدج للتطوير العقاري، شركة وي، البريد المصري، وشركة حديد عز. كما نتوجه بالشكر للشركات المشاركة في التنظيم، وهي سكاي داي فيرز كونسل ماسترز بي او دي للعلاقات العامة والإعلان، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بي جروب، دي اس بلس، تذكرتي، ايتس سيكيورتي، شركة هايلايتس، وشركة داينو اكتيفيشنز، شركة نكست، وشركة العربية اوتدورز. اسمحوا لي اني اضيف شهادة الحقيقة تحديدا في هذا المجهود المبذول من قبل الشركات المشاركة في التنظيم. الحقيقة يمكن في مجهود كبير جدا 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 بذل في تنظيم هذا المهرجان، وهيكون واضح لحضراتكم خلال ايام فعاليات المهرجان المستمرة زي ما قلنا لحضراتكم من 13/7 وحتى 26/8. مرة أخرى بشكر حضراتكم جميعا على تشريفكم لينا النهاردة، ونلقاكم قريبا مع انطلاق أولى فعاليات المهرجان والختام مع السلام الوطني.
شكرا لحضراتكم.